حكي لي موقف خفتي عليا فيه وحسيتي اني بروح منك. لما كان عندك كورونا. خوفك عليا لما كبرت اكتر ولا لما كنت صغير اكتر؟ خايفة عليك على طول والله، انت واخواتك يعني، مش انت بس. دورك بقى في الاسئله. ايه اول حاجه بتيجي في بالك لما بتسمع كلمه ماما؟ الحنان، الحب، الاحتواء. بجد؟ اه والله. هتعمل ايه لو صحيت من النوم ما لقيتنيش موجوده في حياتك؟ هتمنى ان اليوم ده يحصل لي انا الاول قبل ما يحصل. بعد الشر. اشعرتني من سؤالك ليه. ماشي. بتحب تشيل مني ايه وايه الحاجه اللي بتحب تكون فيا؟ لما بتغضبي بتزعلي. ده الحاجه اللي انا احب اشيلها. ايه الحاجه اللي اتمنى ان هي تكون موجوده فيكي؟ عمري ما شفت في حاجه ناقصه بصراحه. لا انت كده بتجامل. لا والله. لا قول لا الصراحه. لا والله بجد عمري ما شفت حاجه ناقصه. لا والله. لما بيحصل بينا سوء تفاهم او خناقه بتقول عليا ايه؟ ما انا بيعجبني ان يعني لو اتخانقنا اعتقد عمر خناقتنا ما كملت ساعتين ثلاثه. هي بعد ساعه على طول بتجيلي. بالظبط يعني انا اللي باجي هو. اه بس انت بتزعلني. بنلم الموضوع على طول. خلاص انا قلت انا اسف. ايه اكتر كلمه انا بقولها في البيت ما بتعجبكش؟ يا احمد هتتاخر. اه صح دي. ايه اكتر نصيحه قلتها لك وبتفتكرها دايما وفارقه معاك؟ لا اركز في شغلي واللي انا مهما الدنيا جت عليا ما استسلمش واكمل يعني دايما. بتساعديني وبتزقيني لقدام. وسامح. بتعرف ازاي اني زعلانه ولا مبسوطه؟ المطبخ. زعلانه مفيش مطبخ، مبسوطه في مطبخ وفي دايت بيبوظ. ايوه. خلاص كده؟ زعلانه مني في حاجه بقى؟ لا ما اقدرش. بجد والله؟ لا والله. استغل وجودي مش هيحصل القعده دي تاني. يعني انا زعلانه بس ان انت ما بتقعدش معانا كتير. بس.